في هذه المناسبة الأستاذ الدكتور صالح بن سبعان. مساك الله بالخير يا دكتور، الله يعطيك العافية. حياك الله وصباحك صباح وطن. اسمح لي في البداية أرفع أسماء آيات التهاني لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدي الأمين، وإلى الشعب السعودي الأبي، وكل عام والوطن بخير إن شاء الله. حياك الله وأنت بخير. حمود يقول متعودين على المساء عشان كذا نقول احنا مساء الخير. الله يعطيك العافيه دكتور. نتحدث عن شخصيه الملك عبد العزيز اليوم، خصوصا انه هذه المناسبه ارتبطت بتاسيس المملكه العربيه السعوديه. عبقريه هذا الرجل اللي استطاع ان يوحد هذه المدن وهذه القرى في هذا الكيان الكبير، في هذه القاره المتراميه الاطراف. عبقريه الملك عبد العزيز ورجال حول الملك عبد العزيز وقفوا في مرحله التاسيس. لابد عندما ياتي اليوم الوطني نتذكر هذا التاريخ الذي عندما نتحدث عنه نستلهم عبقرية وإيمان وحزم وحكمة المؤسس الملك عبد العزيز، الذي استطاع أن يجعل من هذه القارة إلى بلد موحدة مؤسسة على أسس عميقة وقوية، ونشوف نتاجها اليوم. نحن الملك عبد العزيز وحد وطن ووحد شعب، وهذه أهم نقطة أهملها الكثير حقيقة من المؤرخين في التركيز على الجانب الوحدة الاجتماعية للمملكة، وأيضا التأسيس والتحديث. استطاع أن يخلق أو أن يجعل من المجتمع القبلي، المجتمع الذي تحكمه القبيلة ويحكمه قانون الغاب في مرحلة التأسيس، إلى أن تتحول إلى دولة يحكمها القانون والنظام، إلى دولة يحكمها سلطة حقيقية. وهذا الأمن الذي تعيشه أرباع المملكة أتى نتيجة هذا التوجه العظيم للملك عبد العزيز عندما وضع عقيدة ودولة، عقيدة ودولة، والعقيدة الشرع عندما طبقه وانتشر على مستوى القارة اللي هي المملكة العربية السعودية، أصبح المواطن هو اللي يحمي الحدود. صحيح. فكان تركيزه حقيقة على توحيد المجتمع ثم توحيد الجغرافيا، ومن يحمي الجغرافيا هو ذلك المجتمع الذي أسسه الملك وحده الملك عبد العزيز. دكتور، شخصية الملك عبد العزيز، هذا الرجل اللي كافح في فترة طويلة جدا واستطاع تأسيس هذه الدولة بكل هذا التنوع الكبير اللي موجود فيها، ورجال حول الملك عبد العزيز حضروا هذه المرحلة، مرحلة التأسيس، وأبناء الملك عبد العزيز اللي شاركوا في مرحلة التأسيس. كيف نحكي عن شخصية الملك عبد العزيز، هذا الرجل الفذ اللي استطاع أن يخلق، خلينا نقول، معجزة سياسية في هذا العصر، خصوصا نشأة السعودية في تلك الفترة الزمنية اللي كانت صعبة. الملك عبد العزيز لا نتصور أنه ما حققه جاء بسهولة وببساطة، بل واجه الكثير من العراقيل والكثير من الصعوبات، ولكنه استطاع اجتياز هذه الصعوبات بالحكمة وبالحزم وبالصبر أيضا. بالحكمة كيف استطاع أن يجعل الكثير من الأعداء أن يتحولوا عندما وجدوا أن رسالة وهدف الملك عبد العزيز هو التوحيد وليس السيطرة، وتوحيد هذه الجزيرة التي كانت مشرذمة قبائلا وشعوبا، وكانت تسود فيها الفوضى ويزود فيها الحروب، وكان هذا هدفه، وكل يبحث عن الأمن، مما جعل الكثير من هذه الذين، يعني على فكرة لابد من التركيز على نقطة التوطين، توطين البادية وإنشاء الهجر، هذه ساهمت في استقرار، في استقرار هؤلاء، هذول يبحثوا على الاستقرار، فبالتالي كل أتى وبايع الملك عبد العزيز وأصبحوا جنودا من جنوده، إلى أن وصلنا إلى ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية التي هي شبه قارة حقيقة، ولا نبالغ إذا قلنا الدولة العظمى، السعودية العظمى فعلا. دكتور، كنا نحكي قبل الهوى عن قصص للملك عبد العزيز، في قصة جميلة رويتها لي ودي ترويها للمشاهدين. والله القصص كثيرة التي تروى عن الملك عبد العزيز، منها قصة حقيقة أوريك يعني كيف الملك عبد العزيز يهمه الاستقرار، ويهمه أن يكون كل مواطن وكل منطقة تعيش بما يجب أن تكون أن تعيش فيه. فكان له عيون، هذه ذكر لها القصة الأمير، سيدي الأمير متعب بن عبد العزيز الله يشفيه، ذكر لي هذه القصة وكان حاضرها. الملك عبد العزيز كان له عيون في كل منطقة من مناطق المملكة، بل في كل مدينة.
العيون هذه ليس موظفة، وإنما من رجالات كل منطقة فيها من الرجالات التي يشهد لهم بالأمانة وبالصدق وبالإخلاص. فكان بين فترة وأخرى يستدعي، فالأمير متعب ذكر لي يقول كنا يوم في الطائف مع الملك عبد العزيز وكان جالس معاه وكان لوحده وكان مسرحاً يعني وجالس في استغراق فكري، فجأة نادى قال متعب، يقول الأمير متعب الله يشفيه، يقول وأنا أقمز وجهي تحت رجلين الملك عبد العزيز، سم طال عمرك، قال أبغى بكرة من جدة خلي يجيني من ضمن الأسماء النصيف يأتوني إلي إلى الطائف. وفعلاً نفذ الأمر، وثاني يوم جو 5 أشخاص مشهود لهم بأمانتهم وإخلاصهم وصدقهم، فجاءوا قال العلم خير يا أخوان، أنا مجرد أبغى أطمئن لأني أعرف أني بكرة مسؤول أمام الله عن هذا الوطن وهذا الشعب اللي إحنا ليس نحكم، وإنما ليس الحكم كما إحنا شعبنا من حكامنا، نبغى أبغى أعرف وأطمئن. إنه قال والله يا طويل العمر كل شيء كما الأمن موجود والعرض محفوظ والمال مأمون، وهذا حقيقة. قال هذا صحيح؟ قال صحيح. قال أجل أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من ذمة لذمتكم على المعلومة. كان لا يعتمد على ما يسمع فقط، كان يحب. ففي فرق يعني، الغاية من هذه فرق بين أنت تطلب إنسان من مشهود له بالأمانة والإخلاص والصدق صحيح، وتستدعيه وتسأله، وفرق بين أنه يجي موظف. الموظف دائماً ما بيقول إلا الشيء اللي زين يعني، ما يضيق صدر. فلكن هذه العيون من مخلصة اللي تستدعى تعطي الحقيقة والواقع اللي على ضوءه يستطيع أن تكون مصدر معلومة بالنسبة له. فكان حريص على هذا الجانب. هذه من القصص الجميلة. أنا ودي تروي القصة الثانية عن سياسة الملك عبد العزيز وحكمته في السياسة. يا سلام، هذه أيضا ذكرها لي الأمير متعب أيام الحرب العالمية الثانية وفي نهايتها تقريبا، أرسل تشرشر برقية إلى الملك عبد العزيز يستأذن الملك باستخدام وبالإنزال القوات التحالف في خليج العقبة. خليج العقبة كان تبع المملكة العربية السعودية. فعندما وصلت البرقية أعطاها مستشارين، وكان عنده مستشارين يعني ذو خبرة من دول عربية مختلفة، فقال أعطوني وجهة نظركم في هذه البرقية وش نرد عليهم. فبعد ما اطلعوا عليها قالوا والله يا طويل العمر هذا في نوع من اعتداء على السيادة. قالوا شلون؟ قال اولا برقية شرشر هذه هي تؤكد سيادتنا صحيح. على ثاني شيء لو جو ما شاورونا ما نقدر نسوي لهم شيء، بل ارسلوا وقولوا لا مانع لدينا. وفعلا ارسلت الرد بلا مانع، وعندما يعني ما سووا انزال وقفت الحرب العالمية. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ الدكتور صالح بن سبعان حبيب. الكاتب الأكاديمي السعودي، يعني روى لنا بعض القصص الدكتور صالح عن شخصية الملك عبد العزيز، حكمة الملك عبد العزيز، عبقرية هذا الرجل، أيضا سياسة ودهاء الملك المؤسس رحمة الله عليه. نرجع لكم.